منورة بيك. أول شيء كل عام وأنت بخير، مبروك، ألف مبروك الزواج. تسلم. متى العرس؟ بعدنا مو مقررين. متى يعني؟ مقرر هلا على الهواء. متى؟ يعني هو كان المفروض قبل شهرين، صار تأجل بسبب ظروفنا وانشغالنا أنا وأليكس، فاحتمال حيصير بالشتاء، مع إنه أنا بنت ما أحب الشتاء، أحب الصيف بس. أليكس، صيف شتاء شنو؟ شتاء. شتاء. مثل ما تقول ولا؟ مثل ما تقول. لا هو يحب الشتاء، أنا أحب الصيف. نعم. قال شتاء. إي. أنا ما أريد شتاء. حتعزمونا ولا شنو؟ أنت أول المعزومين. ثاني. قلبي مليان مليان مليان. ومبروك خيلتينا بالأغنية، صرت سمعانا شي تريليون مرة. تسلم لي. شو الموضوع؟ أغنية عشق. إيه بس يعني أغنية يطلع منها هذه الشغلات. نعم الشغلات اللي تولع مدى الحياة يعني تطلع لله. أحيانا كيف هيك نجحت؟ 20 مليون مشاهدة صارت خلال شهر. صحيح. يعني 2021 وجهها حلو عليكم. أنا من الناس يمكن أطلع دائماً أقول بالمقابلات، وهذا شيء لازم أكرره، لأن حقيقة أنا لما أختار أغنية ما أختارها أسمعها عشان المود هسه الناس شنو حابة تسمع هسه، أنا أختار أغنية أحب أسمعها بعد 10 سنين ما مالة من عندها، والحمد لله أغاني من هذا النوع. سمعها قبل العالم هو ولا شو؟ أكيد. أول واحد سمعتها؟ أول واحد. أصلاً هو كان وياي بالاستوديو عند كواليس. عرفتي تركزي وهو وياك بالاستوديو. أصلاً هو اللي خلاني أغني بهذا الحب. الله الله جبتيه بيبي.